السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتونا كتير جدا. تحدي النهارده تحدي مختلف، تحدي ابطال، تحدي وحوش، تحدي الانتقام. اخت المذيعات طبعا حضراتكم كلكم عارفينها، عرفكم بيها، سمع الناس. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ زياد ابنها طبعا ام زياد، فاكيد زياد. النهارده تحدي على الدولمه العراقيه. طبعا حضراتكم كلكم طلبتوها مننا من فتره، ومعلش احنا كنا اتاخرنا فيها. كل ما حله من الدولمه العراقيه كيلو لحمه، كيلو لحمه. الحاجه هي اللي قسمهم بعد ربنا ووزناهم على الميزان. انا بتحدى زياد لان هي كانت جايه تخش معايا في تحدي، فقلت لها انت كل مره تخش تخسري، تخش تخسري، تخش تخسري. فدخلت معاها زياد، قلت لها انا ضدكم انتوا الاثنين، فعشان احنا ابطال نفضي بس ونرجع على طول معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جابين السمك لماما. الله جميل. بس الحاجة مزودة اللحم فيه. أول مرة تعمل الدولمة دي صح؟ أنا أول مرة أكلها بس حلوة. جميلة، هبقى أعملها. جميلة. مبدئين كده حلوة، عجبتني. خطيرة يا جماعة، والله خطيرة، جربوها. زياد مش عايزين نتكلم كتير، احنا عايزين نكسر قالب. بصراحة الدولمة جميلة، أنا مش هخلي الوضع معاش يا دولمة يا بلاش. جميلة، جربوها والله تعجبك. لو عايزين الطريقة قولوا لنا نفعلكم على القناة. شد يا مولي، حط بيه حبيبي. يلا يا زياد. شد يا مولي. لحمة جميلة، جميلة. وإلا الدولمة بقى، خطيرة. الاثنين أحلى من بعض. لا. دي ما فرقش سعر جدا يا جماعه. انا مش عارف اتكلم بس عشان المنافسه صعبه. ماما اللي عاملها؟ نعم. خطيره. رايحه علينا. يلا ازاي؟ نصيحه الواد اللي عايز يكسب ياكل اللحمه الاول. طب كده ماشي، انا خليك تحت. ماشي. بيضحك عليك. لا دي حقيقة فعلا، هو يعرف كل اللحم. أنا بحب الفريك بس اللحم عشان جميل عايز أكل منه. أختك حبيبتك بتقول لك هات منديل، ناويني منديل؟ صعب. فرشة، فرشة جدا. ابني في المرة اللي فاتت التحدي حمام، حد يحمى فرقه؟ أنا ولسه تيجي جاي ورا دي دي ما بتتاكلش. جميل المحشي الظلمة ده. بس انا معاك قطعة اللحمة قد ايه؟ جميلة ماما عاملاها جميلة. شد يا ماما. اشد ايه؟ انا باكل. ايوه هنكت بيه كده. انا برضه ايه ازاي؟ فين بتعملي فيها مايكل جاكسون؟ شو اللي مخلص ده؟ يلا يا زيزو عايزين نحمي خيرك. اه انا جاي كلمة ما بيفتش بقى. هننقع بس اصبر. بتاعت يا زيزو؟ صح. طب كل يلا بسرعة معاكس. بس شد معايا كده. بصوا قدام كم كده لحمة. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
شكلك وحش. كل اللي بيحبوا قناة حوارات يكتبوا لنا في التعليقات. احنا كسبنا ان شاء الله. بصوا اكتبوا لي فين؟ فين ماشي ماشي. ده اكتبوا لي في ساعتك. نعم انا فاهم. اجمد يوم. بص يا جماعه انتوا ما قلتوش حته لحمه واحد. اثنين ثلاثه. ما تقعدش تعد بقى ما تعطلش نفسك. خمسه. ما فتحتش اخرس على اللحم مش مهم المحشي. شكلك وحش قوي يا محمد. مش هقول لها ليه يلا زيت الدلوق اخرس يلا حاضر ببلع. ما تمناش تطلع سوايا تخلص انت عارف تخلص. خلاص يا شطار خلص. خلاص محتاج نقع يلا. محتاج يلا. طبعا صرف النفس. طلعت مني غير عني. انتوا مالكوا شافوا كده في صدمة على وشكم. ده العام احنا مش هنقدر نخلص. لو انا كسبت تعالكوا لو مهما بقى لو بقى لو انا كسبت توصلوا الفيديو ده 10,000 لايك ولو انا خسرت مش هطلع تاني من القناه. نعم يوصلوا لي 20 لايك مش 1000 لايك. اسمعوا كده لو عايزين لي فعلا ما نقدرش نستغنى عن محمد. حواراتي عن محمد وحسن ويحيى وبابا وماما وزياد ومو زياد وانا وانت والناس الحلوه والناس الحلوه. مش مشترك اشترك بقى عايزين نجيب 100,000 بقى عايزين نعمل حفله بقى. ده احنا هنعمل اكبر حفله على اليوتيوب كله. حفله محدش يتوقعها ابدا. يلا يزيكوا سامع قلت له انا مش قادر. مش قادر اكل من فوق طاقتي. احنا عايزين نحميه مش انت اللي انت بتمسح ايدك مين؟ بمسح ايدي انا. انا زفر من الايمان. وقال المكسب على اللحم مش المحشي. المكسب على اللحمه؟ هو عمال يجيبوا من هنا لهنا ليه؟ الحاجة دي طبعا مش هتتاكل ما نقدرش ناكل السمين ده. احنا قايلين لحمة فقط. قايلين لحمة ما قلناش سمين. هو لو تسيب في المحشي ماشي كده 100 طيب تسيب في المحشي بس انت فيه ده انا عارف هم السمين. بس ان احنا شايفين ان احنا قربنا نكسب. احنا قربنا اصلا قربنا اكتر منه. خالك ايه نسيت نفسك؟ طبعا يا جماعه ما تنساوش عشان احنا بنكمل فيديو بس طبعا عشان بنقعد كتير قوي قبل ما ناكل. زياد الراعي الرسمي للمونتاج بيساعدني بيقعد يغلس على ورا دلوقتي. بقعد في المروحه. طبعا احنا زي ما حضراتكم شايفين احنا قربنا نخلص. ومعاك محمد ان شاء الله جاهزه شويه حلو. احسن وحوش يلا شد. طبعا الدوني بتعمل باللحمه الدوني بس احنا خدين من العيد كل سنه طيبين فزهقنا لحمه دوني. كمان مستنيين أهم إيه؟
ما تنشر معانا. منى زياد شد خلف مش قادر اضرب. هنزعك بقى الادول اخلص. المهم كده في اي حته فوق كل كوسه وحبينا في اي حته مين عشان ما نخسرش عشان نعمل يا نهار ابيض ناكل فلفل خلينا في الفلفل احنا ناكل يلا يا حبيبي قربنا اتفضلي يا بابا احلى صباع فلفل ماليش في اللحمة كده اقعد كده انتوا بتبصوا لهم ليه كده؟ يلا يا ماما احنا خلاص على وشك لوحدك شغالة على دول كلهم ده انا قررت افكر انت هيبقى انا واحد يلا نساعد بعضنا يلا ده بس خالك مش لما بطلع كمان عندي فكره خد دنيا يا محمد كده انت خسران من قلبك اللي باين هو يلا يا زياد حاول بص يا زياد اعمل كده وهم يا جمل يلا يا زيك لازم لما نقول كلمة نبقى قدها يلا طب يلا فين يلا دوس يلا آخر واحد ممتازة بس يلا احنا كده كسبنا صح؟ في لسه قدامكم لحمة وقدامكم محشي مش لحمة لا والله قدامكم لحمة جلد لا والله لحمة جلد عمي يا كمل بلعب البيبسي اتفضل هو بيعمل معاك كده بره الكاميرا بيخليك تاكله وسهل كده اتفضل اسمع المحشي الجميل مسكر خلاص كسبني حرام كسبني حرام اخسر على ثلاث صوابع محشي ايد واحده الشباب محمد فتح بجد وزيد ومزيد بطلة بقى طبعا تحكمت على نفسك طبعا زي ما حضراتكم شايفين زي ما احنا معودين حضراتكم هنظبط السفرة نرجع تاني للعقاب ورجعنا تاني للعقاب يا جماعة عقاب النهاردة شرس 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 هو على وشك عشان خاطر محمد كمان اللي هيتعاقب محمد بطل ايوه طبعا يلا يا زياد هات اللي احنا اتفقنا عليه كل الفانز عارف ان محمد طبعا عشان كده هو اللي هيتعاقب النهارده شوكولاته انا شوكولاته بالميه والتوت على ثلاث صوابع مش حاجه يعني بس تخسر بس عيب يعني كده بيعني يا زياد يلا مش مشكله المره الجايه لا لا عشان كده عشان ما يهوش عليا جنب هنا ولا خلي ما يهوش عليا طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده كده ماسك الذهب محمد بيحبه ده عبارة عن كوباية مية تسيبه كده كده عادي كوباية مية على كوباية تراب بنقلبهم على بعض بيدينا السم كده كده وطبعا نيجي هنا نزل حبايبنا ونعاقب محمد محمد بطل هدومها تتبهدل على فكرة ايه اللي انت عملته النهارده في يحيى ده؟ مالكيش دعوة بيحيى خليكي في نفسك لا ازاي؟ قول انا اسف انا مش اسف قول انا اسف انا بطل محمد بطل انا بطل محمد بطل انا كسبتكم انتوا الاثنين اه وبعدين هدومي هبوظ ما تحطش انت يا زياد وشي اه هدومي لا الحته دي يعني انا حاسه الشعر دي حاسه ما تحطش انت يا زياد بصي جه فين بصي وقع فين كده هدومي هبوظ بجد والله هدومي هبوظ طب دور كده الحته دي خلاص بقى حلو قوي يعني كده بس كده؟ بس حلو لا بس ده قلت يا عقاب شايف بس ده انا بحط لك حلم
حته وحشه بقى خلاص. جايبينها منين دي؟ كنت هجيب لكم، كنت هجيب حنه بس لقيت العطارين قافلين. طعمية يا جماعه. تحنني وشي؟ لا عايز طعمية. الرجل الاحمر؟ لا ده انا. كده بقى الرجل الاسود. قول انا اسف عشان ما تدخلش مع المذيعات تاني. انت بتحددي لي دقن كده؟ المذيعات بطل. تعملي دوبليس؟ اعملي دوبليس بقى. اتفضلي يا عم. اتفضلي يا عم. يا زياد. حاجه 100 100. بس ايه رايك؟ ارفع كده. ايه ارفع كده؟ عقاب معفن. مش هتحداك تاني. ليه؟ عشان تقولي مفتريه. ليه؟ تقولي مفتريه. ليه؟ عشان انا بتقع على بقك عشان ما تتكلمش. انا بتصور. استنى يا محمد عشان الحته دي ما تهولتش. هلو هلو. قصدي هولت؟ خديها كلها. قلل قلل. بس يا زياد. قلل. بس يا زياد. بس. انا رشق الدم في وشي. سيرك في الشكل ده علامة. ما تتوحش على فكرة. علامة. تينو؟ ده تينو. انت عارف انك تطلع في مسلسل حبشة بالشكل ده، هيبقى شكلك كده، هتجيب مشاهدات كده. كفاية؟ ايه رأيك؟ كفاية؟ حلوة أوي كده. كفاية طبعا، ده جميل. جميل؟ قول أنا آسف. أنا آسف. قول أنا آسف. ما أنا قلت. قول أنا آسف. ما أنا قلت. إيه اللي أنت عملته فيك يا عم؟ أنا سوري. أنا آسف. أنا سوري. حد يعمل فوكس صغنون كده؟ أنا سوري. أنا كم مرة أنا آسف؟ خلاص بقى أنا قلت. أنا كم مرة أنا آسف؟ أنا آسف، أنا آسف إيه؟ أنا آسف إيه؟ كفاية زيادة؟ كفاية عشان نحاول بقى، مهما كان خير. أنت بتعزي خالك؟ جدع أنت يا زيادة، الواد زيادة جدع على فكرة. بجد؟ تاخد حتة كمان؟ ده لسه بقول عليك جدع. يلا. الواد زياد كله يكتب زياد جدع. زياد جدع. زياد أنا هنفخها لو بس ما يفرق القمر. تيجي نحمي؟ يلا نملى جردل ونحمي؟ يلا. انت بتلبس فلسه؟ لا بلاش عشان ما ندهولش المنطقه. كفايه الملايه اللي اتبهدلت بوهي. خلصت عقابك؟ حلو كده؟ خلصت عقابك يعني؟ ده انا هنفخك التحدي كده. انتظروا بقى الانتقام. صبرك عليا ابو زياد. لا انا يا انت. نعم نعم والله خوفتني. خوفتني. هاتي بوسة بقى. انت تعرف ان انا بخاف. نسيت ان انت حاطط شوكولاتة. خد اخوك من الحوض. مش اخوكي. طب احميكوا بعد كده وبعد كده تسلم. يلا يا زياد. خد اخوك من الحوض يا ولادي. احميك اجيب جردة المية وادلوها عليك. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك. كل يقول محمد هيعوض بس محمد بطل بطل. سبسكرايب. مع السلامة. باي باي. اوه ماي جاد.